خاصيات الدوران، نعتبر الشكل المكون من مثلث ودائرة، والذي سنحوله بالدوران الذي مركزه O وزاويته 60 درجة. بعد تطبيق الدوران نلاحظ أن الأبعاد لا تتغير، يعني أن هذا الدوران يحافظ على المسافة. فمثلا المسافة AE تساوي المسافة A'E'. يحافظ على قياس زاوية، زاوية AE AC تساوي زاوية A'E'A'C'. يحافظ على شعاع دائرة، يغير الدائرة، يحولها، لكن يحافظ على شعاع الدائرة. نعتبر الدوران الذي مركزه O وزاويته ألفا، بحيث صورة A هي A'، صورة B هي B'، صورة C هي C'، صورة E هي E'. إذن قلنا بأن الدوران يحافظ على المسافة بين نقطتين. إذن لدينا صورة A هي A'، وصورة B هي B'. هذا يستلزم بأن المسافة AB تساوي المسافة A'B'. الدوران يحافظ على قياس زاوية، إذن لدينا الزاوية ABAC تساوي الزاوية A'B'A'C'. إذن لدينا صورة A هي A'، صورة B هي B'، صورة C هي C'. إذن الزاوية BA الزاوية AB AC زاوية AB AC توافق، لأن قلنا لدينا قياس جبري، زاوية A'B'A'C' بترديد 2B. الآن سنقارن الزاوية AB A'B' مع ألفا. إذن مع تغير ألفا، إذن نلاحظ بأن دائما الزاوية AB A'B' تقايس ألفا. إذن الزاوية AB A'B' تساوي ألفا. إذن الزاوية AB A'B' توافق ألفا بترديد 2B. إذن لدينا الزاوية AB A'B' تساوي ألفا. الدوران يحافظ على شعاع دائرة، إذن لدينا دائرة C' هي صورة الدائرة C بالدوران الذي مركزه O وزاويته ألفا. إذن لدينا صورة الدائرة C التي مركزها A و
شعاعها اخ، هي دائرة سي التي مركزها أبخيم. الشعاع لم يتغير، إذن الشعاع هو آخ. الدوران يحافظ على معامل استقاميات متجهتين. إذن في الشكل لدينا المتجهة AB تساوي ثلاثة المتجهة السي. وكذلك أبخيم ببخيم، أبخيم ببخيم تساوي ثلاثة أبخيم سبخيم، أبخيم سبخيم. إذن إذا كان المتجهة AB تساوي بصفة عامة ك في AC، يعني ك هو معامل استقامية المتجهتين AB و AC، هذا يستلزم بأن A' B' تساوي ك في A' في AC. أبخيم ببخيم تساوي ك في أبخيم سبخيم. إذن الدوران يحافظ على المعامل، معامل استقامية المتجهتين.